باسم الهيئة الملكية بينبع نرحب بضيوفنا الكرام في انطلاقة عام الشعر العربي بمدينة ينبع الصناعية وبمحافظة ينبع أجمع. ينطلق باكورة برامج عام الشعر العربي من خلال مجلس انطلق تحت مسمى مجلس قافية للشعر العربي. هذه الأمسية التي ازدانت بضيوفنا الكرام الذين تعنوا من كل مكان وأتوا إلى هذا المكان في المركز الثقافي ينبع الصناعية لنعيش أمسية جميلة بوجودهم معنا وبشخصها الذي سنسمع عنه الشيء الكثير مما عرفناه وعشناه بإذن الله تعالى. لن نطيل معكم أيها الأحبة، هذه الأمسية كلنا شوق لها بإذن الله ولما سيكون فيها من كلمات وعبارات مع ضيف كريم أديب مؤرخ صاحب بصمات في مجال التعليم خاصة وفي مجال العروبة والأصالة عامة. ضيفنا الكريم اليوم في هذه الأمسية يعرفنا بنفسه الأستاذ عبد الله زاكي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، نرحب بكم أجمل ترحيب حقيقة، ونشكر وجودكم معنا، كما لا يفوتني أن أشكر من تجشى معنا السفر وحضر من المدينة المنورة، فحياهم الله حضورا يزدان به. بالنسبة إلى التعريف، عبد الله بن زاكي بن عبود العلوي الجهني، ونعم، ولد في مدينة الطائف، بدايتي كانت في مدينة الطائف، ثم انتقلت إلى مدينة جدة وأكملت مراحلي التعليمية إلى الجامعية في مدينة جدة، ثم شاءت أقدار الله أن يكون تعييني في المنطقة الجنوبية، ونظرا لمحبتي للجنوب ولمحبتي للخؤولة محبة برجالها، عينت في محافظة عزيزة من محافظاتنا في محافظة محايا الأسير، وكنت هناك على موعد مع التاريخ، عينت في منطقة جبلية لا كهرباء بها، فكانت هي انطلاقتي إلى التاريخ. تفرغت في قراءة التاريخ، قرأت جميع كتب التاريخ من فضل الله، ثم كانت هي علاقتي بالتاريخ إلى هذا اليوم، تلك المحافظة العزيزة علينا. انتقلت إلى مدينة جدة، استمرت بها 6 سنوات، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى هذا الصرح العظيم، وكان لي الشرف أن أكون أحد منسوبي الهيئة الملكية، هذه البصمة العظيمة في وطني، ولا زلنا هناك في ميدان التعليم وفي هذا الصرح الشامخ. هذا بالنسبة للتعريف. بالنسبة إلى الاهتمامات، مؤرخ ونساب وأديب، ولدي كتابين إن شاء الله سوف ترى النور قريبا بإذن الله. الله يعطيك العافية دكتور الأستاذ عبد الله.